هذا التقدير وإعطاء المثابة اللائقة، المثابة البعيدة الشريفة للكتاب والمسطور أيها الإخوة، الذي لم يضارعه تقدير لدى أمة أخرى، غاب سريعا، ذوى من قريب، ذوى من قريب للأسف الشديد. وعدنا شيئا فشيئا نجتر بعض المعارف أيها الإخوة، صنوفا من المعارف، وتنكرنا لمعارف أخرى. نحن الذين أرسينا دعائمها، نحن الذين أسسنا لها كالمعارف التجريبية، كالمعارف التجريبية، وبها تقدمت أوروبا. هذه المعارف أرسى دعائمها وأسس لها المسلمون، المسلمون تنكروا لها بعد ذلك وحقروها وازدروها وما عادوا ينظرون إليها. تعاطيهم مع المعارف العقلية أيها الإخوة كان قليلا على أنه عميق ونافذ في وقت قصير. عجب، كيف ترجموا هذه المعارف العقلية وكيف أفادوها وأضافوا إليها؟ وقد ذكرنا ربما في مرات أن مسائل الفلسفة اليونانية التي ترجمها المسلمون لم تزد على 250 مسألة، على أنهم أضافوا إليها زهاء 700 مسألة. وهذا يكذب الأسطورة الغربية للأسف ومن تأثر بها من أبنائنا وبناتنا، التي تقول الإسلاميون أو المسلمون الحضارة الإسلامية كانت حضارة ناقلة وعائية، وعاء فقط، حاضنة، احتضنت الفكر العقلاني أو الفلسفة العقلية وغير العقلية الإشراقية أيضا، ولم تضف شيئا، لم تمدها بأسباب جديدة. هذا غير صحيح بالمرة. أسطورة أضافت إليها ضعفيها، أضافت إليها ضعفيها. يعلم هذا من وقف على هذه التفاصيل والدقائق بأدلتها في مظانها، وهي موجودة إلى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى. على أن الأمة كما قلت لكم للأسف صار أمرها إلى تراجع وإلى ضعف وإلى انكماش وجمود وانسحاب.